لو الحكاية فيها إن فيديو. النهاردة السبت 14 ديسمبر، والنهاردة القمر موجود في برج السرطان. عندنا كمان أورانوس بيتراجع في برج الثور، والمريخ في العقرب، والشمس وعطارد في القوس، وفينوس والمشتري وزحل وبلوتو الأربعة في الجدي، ونبتون في الحوت. وعندنا القمر اللي موجود في برج السرطان بيتنافر مع زحل وبلوتو اللي موجودين في برج الجدي. خلينا نشوف الحالة الفلكية بالشكل ده هتأثر ازاي على 12 برج. نبدأ ببرج الحمل. مواليد الحمل النهاردة عندكم القمر في وضع معاكس، وكمان في أربع كواكب في وضع معاكس، ده غير وجود القمر في وضع معاكس وفي تنافر فلكي. فده معناها إن مواليد الحمل لازم تنتبهوا جدا عائليا واجتماعيا ومهنيا. حاولوا إنكم تتحملوا مسؤولياتكم بشجاعة وتخلوها حافز ليكم للإنجاز. ما تنزعجوش من الضغوط ومن المسؤوليات، وحاولوا تتقبلوا الضغوط والواجبات الملقاة عليكم بهدوء وبصبر، ويعني حاولوا تستدعوا جواكم روح المثابرة. كمان مهم جدا انكم تتجنبوا الدخول في اي حوارات شائكة او اي جدال ممكن يؤدي لصدام مع الناس اللي حواليكم على كل الأصعدة. نروح بعد كده لبرج الثور. ومواليد الثور النهاردة عندكم القمر في منزل العلاقات، وده بيديكم لباقة ودبلوماسية وبيخليكم قدوة للي حواليكم، وبتعرفوا توطدوا علاقتكم أكتر بكل اللي حواليكم على كل الأصعدة، اجتماعيا وعائليا وعاطفيا ومهنيا. بشوف انكم عندكم كمان يوم مناسب لعمل انترفيو في شغل، ده النهاردة يعني تعرفوا تبرزوا مواهبكم وتعرفوا تتفاوضوا حلو، تكون عندكم قدرة على الإقناع. نروح بعد كده لبرج الجوزاء. والجوزاء النهاردة عندكم تنافر فلكي في منازل المال، مهم جدا انكم تتجنبوا التبذير وتحاولوا تتأنوا جدا، ما تدخلوش في اي مغامرات مالية. كمان على الصعيد المهني مهم تراجعوا خطواتكم عشان ما تقعوش في اخطاء تتسبب ليكم في خسارة. نروح بعد كده لبرج السرطان. ومواليد السرطان النهاردة عندكم القمر موجود في برجكم، ده بيديكم منتهى التألق والسحر والجاذبية، وتقدروا ان انتوا تنطلقوا بدون تردد، وتعرفوا تفرضوا ارادتكم ورغباتكم وتثبتوا وجودكم في كل عمل بتقوموا بيه، وتلفتوا الانظار ليكم وخصوصا انظار الجنس الاخر. نروح بعد كده لبرج الأسد. ومواليد الأسد النهاردة عندكم للأسف في تنافر فلكي في منازل الصحة، وده بيخلي الطاقة ممكن تكون قليلة شوية. مهم جدا انكم تنظموا جهودكم وتاخدوا قسط وافر من الراحة. مهم كمان انكم تعملوا في السرية وكتمان، وما تعلنوش خططكم وتتجنبوا الفخر بنفسكم. نروح بعد كده لبرج العذراء. ومواليد العذراء النهاردة الفلك بيدعمكم جدا، عندكم طاقة عاطفية هائلة، عندكم استعداد للانطلاق وللخروج مع الأصحاب، وتلاقوا أصحاب بيقفوا جنبكم. القمر في منزل الأصدقاء، فالأصحاب بيدعموكم وممكن تقضوا أوقات حلوة اجتماعيا. كمان على الصعيد المهني من السهل انكم تحصلوا على دعم من زملاء في العمل او رؤساء في العمل، وعلاقتكم عموما بكل اللي حواليكم ممكن تتحسن، وتقدروا تحققوا تفوق كمان على الصعيد المهني. نروح بعد كده لبرج الميزان. ومواليد الميزان النهاردة عندكم القمر في وضع معاكس مهنيا، مهم انكم تنظموا جهودكم وترتبوا اولوياتكم. ممكن يكون في مستجدات تتسبب ليكم في شعور بالتوتر، حاولوا تحافظوا على التماسك
قدام الضغوط والواجبات اللي ملقاة عليكم، كمان عائليا واجتماعيا حاولوا انكم تتجنبوا الدخول في اي حوارات شائكة او اي جدال ممكن يؤدي لصدام مع الاهل والقرايب والاصحاب، وده ينطبق كمان على العلاقة بزملاء العمل او برؤساء العمل. نروح بعد كده لبرج العقرب ومواليد العقرب. النهاردة عندكم القمر في وضع داعم جدا في منزل الحظ، وتقدروا النهاردة انكم تحققوا مكاسب مالية، وعندكم طاقات خلاقة بتساعدكم انكم تحققوا تقدم على الصعيد المهني. عندكم استعداد كبير للمعرفة وانكم تزودوا معلوماتكم، وده بيساعدكم على التطور. كمان لو بتتعاملوا مع جهات أجنبية عندكم يوم مناسب لتوطيد صلاتكم بالجهات الأجنبية، والنهاردة كمان يوم مناسب للسفر أو للقيام برحلة موفقة أو للسعي لسفر، وتكونوا موفقين في سعيكم. نروح بعد كده لبرج القوس ومواليد القوس. النهاردة عندكم في تنافر فلكي في منازل المال، مهم جدا تكونوا صبورين في أسلوب إدارتكم للحالة المالية، وكمان على الصعيد المهني مهم جدا تتأنوا وتدرسوا كويس قبل أي خطوة. حاولوا تخططوا كويس مهنيا وماليا. والنهاردة يوم مش مناسب لا البيع ولا الشراء، فحاولوا تتجنبوا التبذير وتفكروا كويس قبل اتخاذ أي قرارات مالية أو مهنية. نروح بعد كده لبرج الجدي ومواليد الجدي. النهاردة عندكم القمر في مواجهة برجكم، وده بيخليكم تميلوا للعصبية وللتوتر. حاولوا ما تفقدوش الثقة في نفسكم مهما واجهتم من نقد أو استفزاز، قد تكون عرضة إنه حد يستفز لكم وتفقدوا أعصابكم، فلازم تحاولوا تكونوا متماسكين وتتحكموا في انفعالاتكم وفي عصبيتكم، ما تسيبوش نفسكم للغضب بسرعة. كمان لو كنتوا مطالبين باتخاذ قرارات مهمة أو مصيرية أو توقيع أوراق أو عقود، لازم تتأنوا جدا وما تغامروش، لا تغامروا مهنيا ولا ماليا ولا في الحياة الشخصية بأي قرارات مهمة. اقروا كويس وادرسوا كويس قبل التوقيع على أي أوراق، وحاولوا تكونوا ملتزمين في الأمور القانونية. كمان في الحركة في سواقة العربية مهم انكم تتحركوا بالراحة وتسوقوا بالراحة حفاظا على سلامتكم. نروح بعد كده لبرج الدلو ومواليد الدلو. النهاردة عندكم الوضع الفلكي في تنافر، وفي تنافر فلكي بالذات في منازل الصحة، ده يخليني أقول لمواليد الدلو حاولوا تحافظوا على طاقتكم. طاقتكم مش كبيرة النهاردة، لازم تاخدوا قسط وافر من الراحة، ومهم تعتنوا بنفسكم وما تستعجلوش الأمور. مهم كمان ترتبوا أولوياتكم عشان ما تضيعوش طاقتكم في شيء ملوش لازمة. نروح بعد كده لبرج الحوت ومواليد الحوت. النهاردة عندكم الوضع الفلكي داعم جدا، القمر في منزل الحب، وده بيديكم مشاعر فياضة أكتر واستعداد إنكم تعبروا أكتر عن مشاعركم. ولو عندكم أولاد هيكون عندكم فرصة هايلة لتوطيد صلاتكم بأولادكم أو تحقيق تواصل وتفاهم أفضل مع الأولاد. لو كنتوا مش مرتبطين ممكن يكون يوم مناسب للارتباط، أو يكون في فرص كويسة للارتباط. كمان على الصعيد المهني عندكم إصرار وطاقة وقدرة على الإنجاز هايلة، فعموما هو يوم مناسب إنكم تقضوا أوقات حلوة عاطفيا ومهنيا واجتماعيا وعائليا كمان. وكده نبقى خلصنا الـ12 برج النهاردة. في